يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. فقرتنا دي بقى هنتكلم من خلالها عن منتخب مصر للقوس والسهم للمكفوفين وعن مشاركاته الدوليه. هنتكلم كمان عن كل تفاصيل هذه اللعبه وتحدياتها بشكل عام مع ضيوفنا اللي منورنا، كابتن هديل رسلان مدربه منتخب مصر للمكفوفين لرياضه القوس والسهم، وكمان منورانا صفاء سامي بطله منتخب مصر لرياضه القوس والسهم للمكفوفين ولاعبه في نادي فروسيه الحرس الجمهوري، وكمان المصنفه في المركز التاسع على مستوى العالم. يعني معانا بطله عالم يا حضرات الفقره دي، منورين الدنيا. صباح الفل عليكم. صباح النور. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ منورانا صفاء. نور حضرتك. سعداء بوجودك ومتشرفين بالانجازات اللي انت بتحققيها، وهنتكلم بقى معاكي في التفاصيل، بس هستاذنك نبتدي مع كابتن هديل والانجازات الكبيره اللي بتتحقق في هذه الرياضه برغم اكيد المعوقات اللي انتوا بتضطروا تخوضوا فيها. تقولي لنا ايه في النقطه دي في البدايه؟ هو اولا رياضه القوس والسهم المكفوفين مفيش فيها اي صعوبه خالص، كل ما الا اللعبه دي محتاجه ان المدرب يبقى عنده طوله بال واللاعب يبقى عنده ان هو يعني قابليه ان هو يستقبل المعلومه من المدرب. فالاساس المدرب عليه دور كبير جدا عشان يعرف يوصل المعلومه للكفيف. فانا من وجهه نظري ان انا شايفه رياضه القوس والسهم سواء للمبصرين او للناس المكفوفين بصفه عامه هي رياضه الكوتش عليه عامل اساسي، لازم يكون عنده صبر وطوله بال. صبر وطولة بال هيعرف يوصل معلومة لأي لاعب قدامه أيا كان الوضع اللي هو فيه. ليس إلا طب وطبيعة بطلاتنا، يعني تعالي ناخد صفاء شخصيا كنموذج وكمثال، طبيعة البطلات المصريات في الرياضة دي عاملة إزاي ومدى اختلافهم عن المنافسين من دول تانية؟ عزيمة وإصرار، ما أقدرش أقول أكتر من كده. عزيمة وإصرار، ما أقدرش أقول أكتر من كده. طب ممكن يبقى كل عندهم نفس العزيمة والإصرار، بس إيه اللي بيدي لأبطالنا إحنا الخصوصية الشديدة دي دايما؟ الخصوصية إن هو رغم ان في عزيمه واصرار تكون اللاعبه مؤمنه من جواها ان هي هتعرف توصل لحاجه سواء لاعب او لاعبه. ممكن يكون عندي عزيمه واصرار بس ما عنديش ثقه في نفسي. فعزيمه واصرار وتكمله ليها ثقه بالنفس بتيجي منين؟ لما المدرب بيوصلها للاعب بيعرف يهيئه صح في اللعبه، بتلاقي تلقائي اللاعب بقى مثلا طول ما هو قاعد في البيت ماشي عمال يفكر في كلام الكوتش بتاعه. مثلا طريقه معينه، مثلا بيقف وهو واقف بيلعب اللعبه، تفاصيل معينه بتبقى بتوصل للمدرب بتروح للاعب وهو قاعد عشان عايز يثبت نفسه، بيقعد يفكر في التفاصيل دي عامله ازاي. فبتلاقي من هنا في ثقه، انا عايز اثبت نفسي للكوتش ان انا المعلومه اللي اداها لي انا قدها، انا عايز انفذ المعلومه دي. فتلاقي قاعد مشغول غير لاعب تاني لما يروح مثلا يلعب رياضه عادي جدا فور فن، خلاص اخد المعلومه خلاص هي مش فارقه معايا كتير. فهو عزيمه واصرار وثقه بالنفس الى ما نهايه. عظيم. صفاء بجد الترحيب بيك، انت منورانا النهارده، وعايزين نعرف منك بقى بدايه كده بدايتك في ممارسه الرياضه دي. هل يعني كانت دي بدايتك القوس والسهم ولا مارستي اي رياضه تانية في الاول؟ لا، هو انا اول رياضه العبها كانت رياضه القوس والسهم، انا بلعبها من شهر 3 اللي فات. فكنت عايزه العب اي رياضه تخص المكفوفين، وقعدت ابحث كتير ان انا ايه الرياضات اللي تنفع للمكفوفين، لان طبعا مش اي رياضه تنفع للمكفوفين. فقعدت ابحث ايه هي الرياضه اللي ممكن ان احنا نلعبها ما يبقاش فيها خطوره علينا، ما يبقاش فيها صعوبات علينا. فلقيت دخلت كده على السوشيال ميديا وبحثت، لقيت ان لعبه القوس والسهم بتتلعب بشكل كبير جدا بره، وفي ناس بتنافس وفي ناس بتخش بطولات عالميه. طب ليه انا ما اعملش كده؟ طب اسال هل في مصر بتتلعب اللعبه دي ولا لا؟ دخلت على السوشيال ميديا وكتبت في جروب يعني على الفيسبوك، هل اللعبه دي بتتلعب في مصر؟ دخلت لي مدربه وقالت لي اه فعلا اللعبه دي بتتلعب في مصر في نادي فروسيه الحرس الجمهوري. اتوجه يعني على النادي، اتوجهت للنادي للمدير الفني للعبه هناك، وهو قال لي لا احنا عاملين فعلا فريق للبلايند ان هم بيلعبوا اللعبه دي فعليا، فضمني لي. وكانت من نصيبي يعني كابتن هدير رسلان هي اللي كانت مسؤوله عن تدريباتي من اول، من بدايه ان انا دخلت اللعبه دي. جميل. ومركز التاسع على مستوى العالي، يعني برضو عايزين نعرف منك ملابسات الانجاز المحترم اللي انت حققتيه ده، كان في البطوله فين واتلعبت فين ونوع المنافسه فيها كانت واصله لفين؟ هي البطوله اتلعبت في انجلترا. المنافسه كانت كنا احنا 14 لاعب ولاعبه. المنافسه يعني احنا كانت طبعا دي اول بطوله لينا، اول بطوله عالميه، وحتى كمان ما دخلناش بطولات محليه، كانت اول بطوله عالميه غير ما ندخل اي بطولات محليه في مصر. فان انا اوصل ان انا اخش بطوله عالميه اول ما ابدا من شهر 3 واخش البطوله في شهر 8 كانت بالنسبه لي يعني لازم اثبت حاجه، يعني لازم الكوتش ادتني دعم غير طبيعي ان انا اقدها. يعني حتى انا كنت بقول لا طب ازاي انا هعمل ده؟ لا يعني ثقتي كانت فيها يعني جامده جدا ان هي قالت لي لا هتقدري،
انا جبت مركز تاسع، هو مش مركز حلو يعني، مش هو ده اللي انا كنت نفسي فيه، بس اول يعني كانت اول ليا بطوله واجيب فيها مركز تاسع، قلت لنفسي برضك انا عملت حاجه حلوه، ان شاء الله اللي طبعا. جاي امال ايه، هيبقى احسن من المركز التاسع يعني. احنا بنتكلم على مستوى العالم، يعني مركز تاسع على مستوى العالم دي حاجه حلوه قوي، مش مجرد حاجه حلوه، ونقطه انطلاق رائعه ان شاء الله، ممكن ان شاء الله بعدها توصلي لمراكز متقدمه اكتر من كده كمان ان شاء الله، ان شاء طالما الله. عندك الثقه بالنفس اللي كنا بنتكلم عليها كابتن هديل، والعزيمه، هي والحقيقه بصراحه واضح ان هم متوفرين بوفره في حاله الحمد صفاء. لله طب واحنا بنتكلم كان في شويه صور كده نزلت معانا، عايزين برضو نعرف من حضرتك تعليقك عليها يعني، وعلى تفاصيلها. الصور دي ايه؟ تمام. نتكلم عن اول صوره، اتفضلي. الصوره الاولى دي، ده ايد صفاء في ده المحدد، اوكي. في ده الستاند قصدي، ده سنسور. احنا عندنا في القوس والسهم كمبصرين بنستخدم نقطه التنشيم بتاعتنا، بننشم بايه حاجه اسمها سايت. سايت ده في سن البن، سن البن ده بيبقى عند عينينا، بننشم بيه اوكي. عشان نعوض ده عند الكفيف. بنستخدم ايه؟ بنستخدم محدد وستاند. ده الستاند اللي في الصوره، واللي طالع منه القلم ده، ده سنسور بيجي عند ايديها كده في العظمه اللي هي اوكي. قبل العظمه اللي هي عند الايد من هنا، فدي اللي بتحدد الوقفه بتاعت اللاعبه. دي جزء، ولسه في جزء تاني واحنا بنشوف الصور. المحدد ده ارم جارد، دي ادوات الحمايه بتاعت رياضه القوس والسهم، لازم تلبسها الارم جارد ده، سيفتي ليه، عشان لما تيجي تمسك القوس وبتسيب الوتر، لو هي طبعا. زقه القوس زياده عن ما اللزوم يحتكش بشكل الوتر لا مباشر بالايدين. بيلسع هنا، فده سيفتي لايديها، الارم طبعا. جارد سيفتي لايديها من هنا عشان حمايتها من لسعات الوتر. اوكي. شوف بقى الصورة اللي بعد كده. ده كويفر، ده بيتحط فيه الاسهم، تمام. صفاء بيبقى ليه حزام بيتربط على الوسط وبيتحط فيه الاسهم، حامل الاسهم. حلو قوي. الصورة اللي بعدها. ده بقى اللي تحت، ده المحدد. المحدد ده فايدته ايه؟ ده بنظبط مسافه الرجل زي مسافه الكتف. احنا عندنا في القوس والسهم بتاعنا حاجتين، سن البن السايت، وعندنا مسافه رجلينا زي مسافه كتفنا. فبنعوض اوكي. ده عند الكفيف ازاي؟ المحدد بنجيبه بنوقف اللاعب، بنفتح له رجله زي اللاعب ده، برده مسافه رجله زي مسافه كتفه بالظبط. ده لاعب لسه مبتدئ في اللعبه، ودي لعبة برضو معانا. اوكي. تمام. هي تقريبا نفس الصور بتتعاد. طيب نرجع لك بقى يا صفاء، واعرف منك يعني مين ابرز المنافسين اللي انت بتبقي دايما ايه عامله حسابهم وانت داخله قصادهم في اي بطوله، سواء محليين او يعني منافسين من دول تانية. انا بصراحة ما بحطش في دماغي اي حد، انا بنافس نفسي، انا بقول لنفسي كده يعني، انا داخله اي بطوله. وكابتن هدير كانت يعني على طول تقول لي كده، انت بتنافسي نفسك، لو حطيتي في دماغك حد مش هتوصلي لحاجه يعني. انا عايزه اثبت لنفسي ان انا اقدر اعمل اوصل لاعلى المراكز، ما بحطش في دماغي اي حد خالص. هو طبعا ده عظيم من ناحيه، بس مش من ناحيه تانية برضو، واحضرينا كابتن هديل في التفصيله دي، مش برضو مهم ان اللاعب واللاعيبه يكونوا عارفين المنافسين بتوعهم واصلين لفين عشان كمان يحاولوا يعدوهم، يبقوا عارفين وضعهم ايه بالمقارنه بغيرهم، مش ده برضو ساعات بيبقى مطلوب؟ هو حاجة على حاجه، اتفضل. هو مفيش مشكله ان احنا نعرف نقاط القوه والضعف مثلا بالنسبه للخصم المنافس لينا، بس الفكره في ايه؟ ان انا اعرف افصل يعني ايه، اخد مثلا اشوف هو ناجح ازاي او ايه النقط اللي بيقع فيها، ما الا ليس الا انت بتعرف الخصم بتاعك القوه والضعف النقاط اللي عنده. أوكي. بس هي الفكره ان اللاعب لو فضل شاغل نفسه وقت طويل، انا مثلا الاول مثلا عالم، ايه ده اول وانا اخير، انا ازاي هنافسه، حط في دماغه فكره ان انا مش هعرف ان انا يعني اكسبه، لا هي الفكرة كلها أول، أكيد الأول ده دخل بطولات كتير، تمرينات كتيرة جدا مكثفة، بقاله سنين بيلعب اللعبة، فأنا مفروض بعرف الناس اللي بتكسب مثلا في البطولات، الخصم بتاعي بيبقى عامل إزاي، بس المعلومات ليس إلا، لكن المعلومات دي ما تأثرش عليا كلاعب، خلاص معلومات عرفتها بس كده، أنا بقى بطور من نفسي كلاعب. اوكي. طب بس كمنتخب بقى بشكل عام، يعني المنتخب المصري في الرياضة دي واصل لفين؟ هو اولا زي ما قلنا، هم البنات كانوا بيتدربوا في شهر 3 اللي فات، وعملنا حاجه اسمها سيلكشن. سيلكشن ده يعني ايه؟ خلينا الاول نتكلم عن صفاء درجه اللي هي كفيفه، الناس الكفيفه درجات. أوكي. تمام. هي صفاء في 1، في 1 يعني ايه؟ يعني لا ترى الضوء. دي في الاتحاد الدولي لرياضه القوس والسهم للمكفوفين، في رولز كده نازله علشان تبقى تعرف تدخل البطوله وتعرف تنافس، في حاجه بتلبسها على عينيها اسمها عصابه او نظاره، ده شيء اساسي في البطولات. احنا لما رحنا طبعا انجلترا، ممكن اختصار كده للاتحاد اللي عمل الحاجات بتاعت المكفوفين دي، ده اسمه ابسا، انترناشونال بلايند سبورتس فيدريشن، ده الاتحاد الدولي لرياضات القوس، لرياضات
المكفوفين. أيوة. الهدف منه ايه؟ دي منظمة مش منظمة ربحية، والهدف منها ان هي بتعمل جو بين ضعاف البصر والمكفوفين الاحتكاك للمجتمع. تم انشائها امتى؟ سنة 1980 كما قررها في فرنسا، ودلوقتي ما قررها الحالي في المانيا. اول بطولة عملتها للمكفوفين بصفة عامة كانت سنة 1998، كانت في اسبانيا في مدريد، واخر واحده اللي احنا كنا فيها في مدينه برمنجهام بانجلترا. طبعا بريطانيا معروف فيها ان هي نسبه المكفوفين فيها نسبه كبيره جدا، هم متمركزين بقى في برمنجهام في انجلترا. ده معناه ان هم متفوقين في الرياضه دي؟ طبعا ده انجلترا الحاجة. اصلا انجلترا احنا كانت البطوله اللي احنا كنا فيها دي كان مشارك فيها 10 دول. العشر دول دي اكتر دوله مشاركه بعدد لعيبه، عدد اللعيبه اصلا من العشر دول 28 لاعب ولاعبه. انجلترا بس لوحدها 11 لاعب ولاعبه. الدوله اللي بعديها على طول ايطاليا، 5 لاعبين لعيبه، 5 و11 16 لاعب ولاعبه من دولتين بس. ال 12 لاعب ولاعبه التانيين من الثمان دول التانيين المختلفين. مصر بقى كان قوام المنتخب. مصر اتنين. اوكي، واحدة منهم صفاء. ايوه، بس الفكرة بقى التقسيمات بتاعت المكفوفين. صفاء في 1 حضرتك عندك، في 2 في 3 عندك ضعاف البصر. اوكي. اللي شارك في الفي 1 كانوا 14 لاعب ولاعبة من اصل 8 دول. فصفاء طلعت من ال 14، طلعت الترتيب بتاعها المركز التاسع. جميل. طب صفاء، يعني عرفينا اكتر على طبيعة يومك، يعني ما بين التمرين وبين حياتك بقى الشخصية، يعني عرفينا اكتر عليكي. هو انا حاصله على ليسانس اصول الدين قسم تفسير. دراستي يعني لسه مخلصه دراسه، ويعني من شهر 8 يعني السنه دي، فكانت يومي كان يعني ان انا كنت بروح التمرين واجي للامتحانات. من حبي للتمرين وحبي للقوس والسهم كنت بوفق بين امتحاناتي وبين القوس والسهم. يعني كنت بصحى الصبح اروح امتحاني، كان تمريني الساعه 3، وارجع اذاكر لامتحاني تاني يوم من كتر حبي. طب ماما تقولي طب هتعملي ده ازاي؟ اقول لا انا حابه اللي انا بعمله. هي كانت مشاركاني، لا طب خلاص طالما ما انت حابه كملي، يعني ماشي يومك زي ما انت عايزه. الحمد لله واتخرجت وجبت تقدير جيد جدا. يعني كنت يعني التفوق الرياضي ما خدش من تفوقك الاكاديمي باي شكل من الاشكال. وطبعا اكيد على ذكر الوالده تحياتنا ليها لو بتتابع اكيد اللقاء ده، اكيد ليها دور كبير. واهل بيتك عموما يعني دورهم الداعم ليكي كان واصل لفين؟ انا ماما ما بتسيبنيش في تمرين واحد بس، يعني مثلا اقول لها طب يا ماما يعني ما تجيش معايا مثلا النهارده، لا انا معاكي انا مش هقدر ان انا اسيبك. بابا نفس القصه، يعني بابا يعني يقول لي لا كملي في اللي انت هتعمليه. اخواتي نفس الكلام، اخواتي فخورين بيا جدا، يعني هم من دعمهم ليا مخليني اكمل في الحاجه اللي انا بحبها. وطبعا كابتن هديل دي يعني اقوى حاجه، يعني بجد انا مش عارفه يعني لو في شكر ما فيش شكر يكفيها والله. ده هي وشها احمر، هي خجلت من الكلمتين الحلوين اللي انت بتقوليهم. اتكسفت مننا يا صفاء، اتكسفت مننا. بس حقيقي يعني فعلا اكيد بيبقى كمان في علاقه انسانيه بعيدا بقى عن مفردات وتفاصيل العلاقه بين المدرب واللاعب او اللاعبه. لا اكيد في علاقه انسانيه ليها خصوصيه شديده بينك وبين صفاء وبينك وبين بقيه الناس اللي عندك في المنتخب. اكيد طبعا. اولا انا اللاعب او اللاعبه اللي معايا في الفريق اول حاجه بتعامل معاهم زي اخواتي. اخواتي ما بزهقش منهم، ممكن مثلا لما اقسى عليهم مثلا في معلومه بقسى بحب. هو عارف لو انا مثلا او هي عارفه ان انا لو زعقت لها هو مش القصد ان انا بهنها او بقل منها. انا شايفه مصلحتها فين، بس الزعل الزعيق درجات. ما ينفعش مثلا اجي على لاعب وهينه قوي لمصلحتي الشخصيه، مفيش الكلام ده. الفكره ان الكوتش لو اللاعب حس منه ان هو خايف على مصلحته وفارق معاه اللاعب اساسا مش مصلحته الشخصيه بتاعه المدرب نفسه، هتلاقي اللاعب بيطلع احسن ما عنده طبعا. لكن لو اللاعب حس ان المدرب بيتعامل معاه لمصلحه المدرب الشخصيه، اللاعب اول ما يتحط على اول طريق ونجح هيقول المدرب بتاعه باي باي، مش هيكمل معاه خالص. فالكوتش عليه عامل كبير جدا. وكل حاجه بتظهر، لو انت في مثلا ناس بتفيك في المعاملات بتاعتها بتبقى فيك قوي، سبحان الله هم عندهم قدره رهيبه بيحسوا بده. ممكن من اول مثلا سلام حد يقول لك مش عايز اتعامل معاه تاني، خلاص مفيش نقاش، هو قفل. طب ليه؟ انا مش عايز اتعامل معاه. فدايما الحاجه لما تطلع من القلب وتبقى اللي قدامك حساسها، خصوصا فئه المكفوفين، مفيش يعني كلام فيها خالص. هل نفس التفاصيل اللي انت ذكرتيها المتعلقه بالعزيمه والثقه بالنفس، انا عارفه عايز اسالك على ايه تحديدا؟ انا مش بكلمك بس عن صفاء، صفاء نموذج، يعني بنضرب نموذج من خلال وجود صفاء لابطالنا وبطلاتنا من ذوي القدرات الخاصه بشكل عام. لما بيشاركوا حتى في اي دوره بارالمبيه عاده هم اللي بيرجعوا مفرحيننا ومشرفيننا ورافعين علم مصر في العالي، والكم الاكبر من الميداليات المتنوعه بتجي لنا من خلال ابطالنا البارالمبيين
اكتر بكتير من ابطالنا الاولمبيين، صح الكلام؟ وانت اكيد مدركه الحكايه. هقول لحضرتك على حاجه، فضل. انا دلوقتي لاعب، انا مرايته. انا في مثلا في للاسف ناس في المجتمع عندهم وجهات نظر يعني محتاجه تتصحح، اللي هو ايه، انت مثلا قاعد على كرسي، انت كفيف مش هينفع تعمل اي حاجه. لا، هي الفكره كلها ان احنا كبني ادمين بصفه عامه ما حدش كامل، بس في اللي ظاهر وفي اللي مش ظاهر. صحيح. احنا فينا حاجات مش ظاهره، صحيح، في ناس فيها حاجات ظاهره. الفكره ايه، انت لما بتشمل اللاعب وبتوجهه بحب وبتحط ثقه فيه، اللاعب عايز يرد لك الثقه الحلوه دي، انت وثقت فيه عن ناس كتير تانية شايفين عنده مثلا حاجه ممكن تمنعه عن اللعبه دي، انت قلت له مفيش حاجه اسمها الكلام ده، انت بتثبت نفسك، مفيش اختلاف بينك وبين اي حد تاني. اللاعب لو مثلا قاعد مش عايز يعمل حاجه، لقى الكوتش بيزقه ومعاه لاخر لحظه، هيقول له لا انا لازم ان انا اثبت نفسي للكوتش تعبه ده، ما راحش على الفاضي، لان في الاساس اللاعب ده مرايه للكوتش بتاعه. صحيح. اللاعب لو طالع بينصح اللعيبه اللي معاه وبيحب اللعيبه اللي معاه متفوق، هتلاقي الكوتش كده، هتلاقي دايما اللاعب مرايه للمدرب بتاعه. صفاء، ايه اكتر حاجه بتحبيها في كابتن هديل كمدربه ليكي؟ اكتر حاجات بتريحك في التعامل معاها، وفي نفس الوقت ايه اصعب حاجات لما بتيجي تتعاملي معاها بتبقي شايله يعني عامله حسابها او شايله همها؟ والله بدون مبالغه، انا فعلا مش يعني ما بشوفش اي صعوبات وانا بتكلم مع كابتن هديل، يعني هي يعني بعيده عن رياضه القوس والسهم، هي اخت ليا، يعني احنا بنتكلم في تفاصيل يومنا، يعني هي بتكلمني بتتكلم في تفاصيل يومنا، مشاركاني في كل حاجه، مشاركاني في كل ذكرى حلوه ليا في حياتي هي مشاركاني فيها، فخلتني احب ان انا، لا انا حابه الرياضه دي عشانها، انا لو عايزه اكمل فيها عايزه اكملها عشان هي وصلتني لكده. جميل جميل. كابتن هديل، يعني عرفينا بقى انت عن نفسك اكتر شويه، يعني انت هل يعني كان في وقت من الاوقات كنت انت بتمارسي هذه الرياضه ولا مجرد درس ليها والتفاصيلها؟ اولا انا خريجه حقوق جامعه عين شمس. اوكي. معايا ماجستير في قانون التجاره الدوليه. بابا طبعا كان الحاجه الاساسيه في الرمايه، وطبعا مامتي واخواتي، جه بقى جوزي بعد كده هو اللي زقني في المجال ده. اوكي. بيسبورت ليا جدا. طبعا رحت لعبت اللعبه دي، كان بدايه لعبتي مع المدير الفني لرياضه القوس والسهم كابتن اشرف. هو في الاول انا كنت لعبه، كان هو بيمرني بنفسه ودايما كان يسميني انا السهم المشتعل، فهو خدني كده من وسط ما انا كنت يعني كنت لسه لاعبه، قال لي بس كفايه كده انت بقى معايا مساعد مدرب لحد ما تاخدي دوره اعداد مدربين وتكملي بقى في المجال. فاخدت دوره اعداد مدربين وطبعا علمني حاجات كتيره جدا، طبعا هو شيخ المدربين اصلا لرياضه القوس والسهم. عظيم. فلما افتتحنا اللعبه في نادي فروسيه الحرس الجمهوري كان في 2018، طبعا مدير النادي لحد وقتنا هذا حد داعم جدا وسبورت جدا ونائب مدير النادي. أوكي. فهي الفكره هناك في روح كويسه بتدعم اللعبه، طبعا غير ان احنا لما كنا هناك واحنا بنتمرن العساكر كانوا منبهرين، فكانوا بيدعموا البنات يروحوا يساعدوهم يجيبوا لهم الاسهم، فدول بالنسبه لي الجندي المجهود. لكن انا بالنسبه لي كرياضه انا ليا اتجاهات كتيره قوي، بس انا لما بحب حاجه، انا كوتش عنيده شويه او انا شخص عنيد شويه، بمعنى ما بحبش حد يستسلم بسهوله وهو معايا، يعني مثلا انت خلاص الطبع ده في مصلحه اللي انت بتمرني بالظبط، لان انا من حسن حظهم اللي عندك الخاصيه دي. ربنا يخلي حضرتك. انا الوجهه النظر عندي اللي هو ايه، طول ما ربنا كتب لنا يوم جديد ان احنا نعيشه، لو حضرتك مثلا قعدت جبت اخر اليوم ورقه وقلم طلعت السلبيات والايجابيات بتاعه اليوم، هتلاقي نفسك طلعت معلومه سواء ايجابيه او سلبيه. ايوه. لكن في ناس تقول لك ايه، لا انا مش هعمل، انا فاشل، انا مش عارف، قاعد يتفرج، قاعد بيعمل اي حاجه، ما مش اي خطوه في حياته. لا معلش، الناس الكفيفه بتحاول تثبت نفسها، الناس اللي هم ذوي الاعاقه الحركيه بيحاولوا يثبتوا نفسهم. طب انت قاعد بتعمل ايه او انت قاعده بتعملي ايه، حتى لو اي حاجه اونلاين. انا دايما شايفه الشخص العنيد مش بيستسلم بسهوله. طيب. عايز يثبت نفسه. في ناس مش بتعرف توصل بسهوله، بس هتوصل في الاخر، بس اهم حاجه اصرار وثقه بالنفس طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى. نعم بالله. صفاء، خدي وقتك زي ما انت عايزه، المهم ان انت مش هتنورينا في البرنامج ده المره الجايه غير وانت واخده مركز اول على مستوى العالم. ان شاء الله. شوفي لك صرفه ان شاء الله. ماشي الحال؟ وده هيحصل ان شاء الله بنفس الاصرار اللي عندك ده والعزيمه دي، ان شاء الله هيتحقق عن قريب. نورتينا يا صفاء، واتمنى لك كل التوفيق. بنور حضرتك. ممكن شكر اخير حاجه اخيره. انا بشكر زمايلي المدربين اللي كانوا بيدعموا معانا اللعبه دي، وبشكر اتحاد المكفوفين طبعا من كل حاجه بيعملوها لنا. وحقيقي انا يعني بقول لكل حد كفيف، انزل شوف اتحاد المكفوفين، انزل جرب رياضه، شوف اي حاجه تمارسها. لازم الفكر في وجهه النظر في الناس يتغير من ناحيه المكفوفين. صحيح صحيح، مليون في الميه. نورتينا كابتن هديل ونورتينا يا صفاء، بشكركم على وجودكم معانا النهارده، شرفتونا. اتمنى لكم كل النجاح والتوفيق اللي في الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل.